إعدادك الحي على مر الأزمان، وبعد ما هلت مزونا غاذية، وبعد بعدادك الهين على مر الأزمان، بعداد ما هلت مزون غذية، بعدادك الهين ترى خير برهان، بعداد ما هبت حبوب عادية. مبروك يا ابو محمد الشان بشان، طاعت اله الخالق رب البرية، يا ناشد الابعاش ينطر
ارحبوا مرحبا حساب الحياة، مرحبا هيل، حياكم مرحبا ولوف، حياكم الله. طيبين؟ عافاكم الله. أنتم بخير؟ يا مرحبا والله. جانا دعوة من أخ عزيز وأولاد عزاء، ولا لقينا العذر في الحضور إلى هذا المكان لمباركة اللهم ونفاعة. جبنا 12,000 من أخوالك يا عبد الرحمن، إن كثرت فتحقون وإن قلت فعذرونا، وتكمل هالمحبة والمعزة فيما بيننا. سلامتكم. مرحبا ولوف، والله يحييكم تحية المطر، وجيتكم هي الرفدة. أنا زل مني الطلاق وأثام أني ما أخذ ريال لا من بعيد ولا من قريب، فأرجوكم رجاء أن تقبلون هذا العذر، وهذا ربعي قدامكم شاهدين، وهذا باب مقفول فأرجو أن لا تفتحونه، ويا مرحبا بكم، وجيتكم هي الرفدة. مرحبا تراحيب المطر، والله يحييكم. اما الرجوع ما احنا براجعين، بيعلم الله ما نرجع بها. صل على رسول الله. زل طلاق يعلم الله ما نرجع بها مره واحده. زل اثام ما يمكن يا ابو احمد، ارجوكم رجاء، وانتم على راسي ورفدتكم على راسي، وهذا والله انه زل منا اثام وطلاق حتى اخواني واقاربي. منا نختلف حنا عن الباقيين، حنا اخواله ولا علينا حق. على روسنا، على روسنا ونافد الحاكم. تسلم روسكم. جيتكم هي الرفده، وانتم تاج على روسنا، ويا مرحبا الوف، ويا مرحبا. قلت الصيوان مرحبا بكم، تراحيب المطر، الله يحييكم. الله يسلمكم. ارحبوا مرحبا هيل، سلام، كيف الحال يا الرب؟ حياكم الله. انتم بخير. مرحبا ولوف، مبروك ما سويتوا، الله يبارك فيكم. سلامتكم. سلمتوا. معي صقرين من صقور بني رافع. ونعم. جاوبني الى هذا المكان بدعوة من مرضي، جعله يسلم. مرحبا ولوف. مباركين ومهنئين، وكلفوني أتكلم وأقدم عطوة بسيطة منهم، لا هي مني، ولذا إن كثرت فتستاهلون، وإن قلت فثمنها الرفقة والمحبة والصداقة اللي بيننا. وسلامتكم. سلمتوا، والله يحييكم، والله لا يهينك يا أبو حسن، أنتوا أولادنا هذول وأولادك، وهذا شيء باب مقفول، وأنا قد زل مني أثام لا من قبائلي وربعي ولا منكم، وحن ربع واحدين، أخوال ولدي هذا اللي قدامكم، والله ما أخذنا ريال. يا ما تذكر، وجودكم معنا هو الرفدة. تخطيطنا كنا ونجي أكثر من كذا، ولكن الظروف أحكام، واللي عندكم عندنا. مرحبا يا أبو حسن. مرحبا ألوف. مرحبا ألوف. بعد ذيك الحي على مر الأزمان، مرحبا حساب الحياة، مرحبا هيل، مرحبا ولوف، الله يحييكم. مرحبا 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 حساب ما مضيتوا. مرحبا حياكم. مرحبا ولوف. مرحبا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه. جانا منكم دعوة الناصي بن مشعل، لما يلزمكم به من خوة وصداقة، وحقت اللي قال عانيت عانيتنا على نعانية، حنا عندنا عزاء، ولا كان جينا أكثر من ما تشوفون، جينا ب5,000 من سميكم ومنا يا من حضر، فنهي واجد فتستاهلون، ونهي قليلة فاعذرونا، يوفيها مجينا والله ان ورانا عزاء، وهذا وعفاكم. الله يحييكم، ويا مرحبا بكم، تراحيب المطر، وجيتكم عندنا هي الرفدة وهي التاج، فاحنا الباب هذا قفلناه الربع، وعينا من قبائلنا ومن ربوعنا، فانتم بيض الله وجيهكم، وجيتكم عندنا ثمينة واغلى من اي شيء تتصورونه، فمرحبا بكم، تراحيب المطر. الرد جفا ولا بترد عطيتنا اللي وصلت، وصلى الله على محمد. بعد ذيك الحي على مر الازمان.
من قبائل بني عمر، مرحبا حسام بن حياء، مرحبا حسام ما مضيتوا. مرحبا مرحبا يا عز الضيوف، مرحبا يلا حياكم، عليكم السلام، حياكم الله، مرحبا هيل. الله يمسيكم بالخير. جاءنا دعوة من المرضي، حضروا اللي ترون بني عمر مشاركين ومباركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يبارك للمتزوج ونجعل أزواج مبارك، صلى الله على محمد. مرحبا بكم تراحيب المطر، والله يحييكم ولا يهينكم، وتفضلوا والله يحييكم. مرحبا هيل، حياكم الله. بعدادك والحي على مر الأزمان، بعداد ما هلت مزان الغذية، بعدادك والحي ترى خير برهان، بعداد ما يا سلام الله على من نصينا، يا بني عمر الوفا والشهامة. مرحبا مرحبا هيل، نتعنى لكم دعوة جتنا ومنها علينا، والغاوي نرفع ونعلي مقامه، بس بقحطان انت الضحف لكم. يا سلام الله على من نصينا، يا بني عمر الوفا والشهامة، تفسحقون انت عنا لكم دعوة جتنا ومنها علينا، والغاوي نرفع ونعلي مقامة، بس بقحطان يا سلام الله على من نصينا، يا بني عمر الوفا والشهامة، تستحقون انت عنا لكم دعوة جدنا ومنها علينا، والغاوي نرفع ونعلي مقامة. ارحبا مرحبا تراحيب المطر، السلام عليكم. عليكم السلام. قول يا سلام، يا سلام الله على من نصينا، يا بني عمر الوفا والشهامة، تستحقون انت عنا لكم دعوة جتنا ومنها عنينا، مرحبا، والخوي نرفع ونعلي مقامه، باسم قحطان انحضر حفلكم وسلامتك. مرحبا بكم مرحبا هيل، السلام عليكم. عليكم السلام، سلامتكم يا المرضي والسامعين، حياكم الله. الزواج الله يجعله على مرضاته، جينا مباركين ومسلمين ومعاونين، معنا 15,000 هي قليلة تسمحونا وسمنا المحبة، وين هي كثيرة تستاهلون. مرحبا بكم تراحي، الله يبقيكم. بعدادك والحي على مر الأزمان، بعداد ما هلت مزان الغذية، بعدادك الحمو. مرحبا هيل، مرحبا الولو، السلام عليكم. نقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. قالوا يا ابني بهدية رمزية وما بلغ من المال، انه كثير بيستاهل وانه قليل من ثمنه حقه المعزة، وخير صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. حي الله صلاة على النبي، ويا مرحبا بكم يا ابو نايف تراحيب المطر. اما بالنسبة للهدية فمقبولة وكثر خيركم، اما بالنسبة للمبلغ فهذا مسكر وبان مقفول، وكثر الله خيركم، بيض الله وجيهكم. بينه وبينكم ما يلزم، والحقيقه العطا بينه وبينكم يعني ما هو مستغرب. وافي وافي، احنا ربع وجماعه ونكمل بعضنا. وافي يا ابو نايف، بيض الله وجهك واجمل اسمع. بعدادك والحي على مر الازمان، بعداد ما هلت مزان الغذيه، بعدادك والحي ترى خير برهان، بعداد ما هبت شطوب عزيه، مبروك. ارحب مرحبا، عليكم السلام، مرحبا هيل، مرحبا يا زملاء عبد الرحمن من جميع القبائل.
مرحبا ولوف. السلام عليكم. عليكم السلام. معاودين بخير. ما تشوفون بس. وحسن الله عزاكم. جزاكم الله خير. أولاً في طريق خدمة. قدروني بالكلام وهم فيها أحق مني في الكلام. جعل والديهم في الجنة إن شاء الله. أولاً فنعاوذكم بخير في الميت. الله يرحمه ويسكنه جنة النعيم. جزاكم الله خير. ويثبته عند السؤال. آمين. بلغنا الميت. أولاً تركنا الصوت ولا والله الحمد جاهزين صوت. تقديراً لأهل المتوفي وتقديراً لكم أنتم يا معازيبنا. هذا اللي جاب الأول. الشيء الثاني جاتنا رسالة ودعوة من الأخ عبد الرحمن بمناسبة الزواج. جايين مشاركين ومباركين ومعنا رمز مشاركة. إن هي كثيرة بيستاهلها وإن هي قليلة بيسمنها وزايدها سلامتكم جميع. الله يحييكم تحية المطر ويا مرحبا يا عز الضيوف. مرحبا هيل. بعد ذاك الحي على مر الأزمان بعد ما هلت مزان الغذية بعد ذاك الحي ترى خير البرهان بعد ما هلت صفوف عادية. مبروك يا ابن محمد الشريف. يا سلام يا رجال لهم الدنيا. ارحبوا يا مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. الله يبارك لكم ويبارك عليكم. جانا من خوينا داعي عبد الرحمن جعله يا سلام. جينا مشاركه ونفاعه ومعنا عطاء انه كثير في السهله وانه قليل في سمنه. معنا هنا 33 و300 وزايد على الجميع. بيض الله وجيهكم ويا مرحبا بكم تراعي بالمطر يا مرحبا. بعد ذاك الحي على مر الزمان بعد ما هلت مزان الغذية بعد القول البر طوع المقام الذي يسر والكلام إن كان مقولا أو منقولا فأعلاه وأغلاه لله ورضاه ثم لجمع جمعهم لله ورضاه ففي مناسبة هي أقدس العقود شرعها بين العباد الرب المعبود وهي موجودة في كل الشرائع على مر العقود شهدنا بأن الله لا رب غيره وأن النبي محمد مبلغ ومخلص وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص وأن أبا بكر خليفة نبيه وكان أبو حفص على الخير يحرص وأن عثمانا فاضل وأن عليا فضله متخصص أئمة قوم على الهدى نهجهم لح الله من إياهم يتنقص فصلوا على النبي المطاع والصحب له والأتباع وسلموا تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فمن البدايات تعرف الغايات وتتضح صدق النيات فمن قاعة القاعات انشروا بذرايات لآل مرضي خاصة
ولي بني رافع عامة أهل بديع المقامات. رحم الله فقيدكم والفأل بيض وجوهكم. ويا بنو رافع ما زاد اليوم وما نقص منكم من على زير انتصاراتكم رقص. فتاريخكم جبالكم فعل رجالكم، وتاريخكم في أرض دماء سالت دون عرض، وفي الجماجم معاجم تعجز عنها التراجم. وقد أثبتوا اليوم أن الرجال لا عز لها بأموالها وحسب، بل عزها بتقدير مواقف أصحابها. فسلمتم لنا، واليوم أسرة آل مرضي تصاهر قبيلة هم فينا قبائل أبناء سليمان. والأحرار تصاهر الأحرار، والأشراف تدنو من الأشراف، فأنعم بنسب كنسب الشيخ ناعم بن عجلان. فأهلاً ومرحباً بكم في مناسبة زواج الملازم أول عبد الرحمن ابن رجل الأعمال، من حاز المناقب قبل المال، ولقلوبنا أسر بفعل في خفاء طلب الأجر قد فاق منه لنا ما ظهر، الشيخ محمد بن عبد الله بن مرضي. أخوه شاعرنا البحر والمنطق الدر، داهية الشعراء الشاعر مرضي بن عبد الله العمري. فما أوفيناك حقك وأنت شاعر، ولمياديننا مناصر، فلتسلم لنا أبا عبد الله يا منشداً بفخرنا، يا عزنا وذخرنا، يا صقراً في ميادين إرثنا. وأخوهما المقدم أحمد نجمه ساطع، قد نال تيجان الأخلاق قبل شرف مرسوم الأوراق. فمرحباً باسم أسرة آل مرضي، أسرة آل مرضي من للحاجات لمن لاذ بها بعد الله تقضي. وعن الزلات والهفوات بقدرة تغضي، ولها جزيل الكلام يفضي. فمرحباً يا شيوخ، ومرحباً يا جبور، ومرحباً يا جموع، تراحيب لها في الأنحاء سطوع، تراحيب أبناء رافع نسبها وبني عمرو موئلها. وبنو رافع تباً للكلام إذا ما زها لكم، وتباً للكلام إذا ما زها بكم. فمنكم قادات الطوابير شيوخ أعراف، إليهم منتهى الأوصاف، أسرة آل فندي وأسرة آل متعب. ويا بنو رافع، لا يثبت مجدكم بيت قصيد، ولا كتب كاتب، ولا قول شاعر. بنو رافع حماة الحد منذ قديم العهد، بنو رافع أصيل الجد، بنو رافع كرام المد، بنو رافع يا مآثر لا تحصى ولا تعد. سلمتم لنا يا رجال مئة ضابط، سلمتم لنا يا رجال مئة مهندس، سلمتم لنا يا رجال مئة داعية، سلمتم لنا يا رجال مئة داهية، سلمتم لنا يا رجال مئة شهيد. نجيبوكم كثر ورجالكم كثر، والإنصاف في الإتحاف حق، ولكي يقال أنه صدق
والله إن الرافعي بمئة رجل. ولا أدل من موقف اليوم، مات واحد فخفت البيارق وأسكنت البنادق، فلتسلموا لنا أبناء رافع. ابن لكم فتشرفت، ومن تاريخكم تكلمت، وفي مدارس شيوخنا تمنطقت، فالعذر إن أطنبت والسماح إن قصرت. يا ضيوفنا، فيكم من أبناء الأسد، وفيكم من أبناء همدان، وفيكم من مدحج بن قحطان، ونحن أبناء عمرو، فينا أهل إمرة، عددنا بمئات الآلاف، جعلونا كأسرة، شيخنا عبد الله بن علي بن جاري، شيخ يحفو له المدح وبأصواتنا والصدح، وشيخنا علي بن محسن آل مناع، ساطي الفعول، ساطي الفعول، والمقام عنه بالحديث يطول. ونحن أبناء عمرٍ من فخر بنا الدهر، نحن أبناء ربيعة الأوسي، ابن عمرٍ، ابن حجرٍ، ابن هنوء، ابن الأسد، ابن الغوث، ابن نبت، ابن مالك، ابن زيد، ابن كهلان، ابن سبع، ابن يشجب، ابن يعرب، ابن قحطان، ابن هودٍ عليه السلام، ابن عبد الله، ابن أرخ، ابن شالخ، ابن أرخفشذ، ابن سام، ابن نوح عليه السلام، ابن لامك، ابن متوشالخ، ابن أخنوخ، وأخنوخ في اللغة الآرامية هو إدريس عليه السلام، ابن يارد، ابن يارد، ابن مهلائيل، ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيث، ابن آدم عليه السلام. فيا ضيوفنا من كل القبائل، نحن سلالة الأنبياء ونصرة الأصفياء الأتقياء، ومنا ومنكم أبلغوا ملكنا عبد الله، قد صفت أنسابنا فطابت ولاءاتنا. خير البدايات صدق البدايات، آيات وعظات، قرآن يعجز ما قبله، كلام الله ويعجز ما بعده، القرآن الكريم مع علي بن ناعم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعدلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. سلام يا بني رافع يا صناديد الرجال، يا الصخرة الصماء ويا فعول الرجال، رجالهم في المواقف حطها على اليمين، والنار من صوان والخيل من خيالها. كلمة مضيفنا رجل الأعمال الشيخ محمد بن مرضي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، ضيوفنا الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب، وإنه لشرف عظيم مشاركتكم لنا حفل ابننا عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل مرضي العمري، فهو شرف عظيم ونعتبره تاج فوق رؤوسنا. مشاركة ضيوفنا الأفاضل اللي زارونا من خارج المنطقة، والوقت لا يسمح بعد الأسماء أو القبائل، فمرحباً ألف بجميع من حضر من خارج قبائل بني عمرو، مرحباً ألف، مرحباً حساب ما مضيته. قلوبنا إذا ما اتسعت مجالسنا فهي تتسع لكم، فيا مرحبا ويا مسهلة، مرحباً ألوف، مرحباً حساب ما مضيته. أصحاب السعادة مشايخ قبائل بني عمرو، ضيوفنا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعاً، وإن دل على تلقيكم عناء السفر ومشاركتنا في هذه المناسبة فإنما يدل على محبتكم لنا، فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم، ونشكركم جزيل الشكر. اسمحوا لي لأقدم باقات شكر وعرفان ولو أطلت عليكم. فأولاً نحمد الله ونشكره، الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه النعمة التي نحن في رغد العيش، ونحن في نعمة ما يعلمها إلا من أعطانا إياها، فنحمد الله ونشكره على ذلك. ثانياً نشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما نعيشه وعلى ما يسهرونه، على أمن هذه البلاد وعلى راحة هذا الوطن المعطاء الغالي، فنسأل الله العلي العظيم أن يديم عزهم وأن يحفظهم ويحفظ أمن بلادنا واستقرارها. ثانياً باقة شكر وعرفان أقدمها من عميق قلبي لإخواني الأستاذ المعلم مرضي بن عبد الله بن مرضي العمري، وأخي المقدم أحمد بن عبد الله بن مرضي العمري، لما بذلوه وجاهدوا أنفسهم ووقتهم ومالهم في سبيل إنجاح هذا الحفل، وهذا ليس بمستغرب عليهم، فقاموا بمكاتفتي أنا وأولادي لإنجاح هذا الحفل، فأنا أشكرهم وبيض الله وجيههم، وهذا ليس بمستغرب عليهم، فأنا أعدهم في مكان الأبناء، لأني أعتبر أخوهم ولكني أعتبر نفسي الأب لهم، فلهم مني ألف شكر وألف تقدير. الباقة الثانية شكر وتقدير وعرفان لأخوالي وأعمامي وأبناء عمومتي وأبناء أخوالي لما قدموا لنا من جهد ومال وحسن متابعة لإنجاح هذا الحفل، فلهم مني الشكر والتقدير. الشكر الثالث فهو لقبيلتي، قبيلة بني رافع، فهم تاج على رأسي وأعتز فيهم، فهم جاهدوا معي وأشتغلوا معي ليلاً ونهار منذ ما يقارب الشهرين على التنظيم والترتيب، والحمد لله اللي حصل، ونسأل الله العلي العظيم أن يتغمد بواسع رحمته وربما أن يكون في ذلك خير، فنحمد الله ونشكر على ذلك. الشكر الرابع موصول لقبائلي، قبائل بني عمرو، فهم تاج على رأسي ولا
آلوا جهداً في الاتصال بي في كل لحظة من يوم بدأ هذا الحفل إلى تاريخ هذا اليوم يعرضون علي خدماتهم، واللي تقدم بخدمة واللي ما تقدم بخدمة فنحن سعداء بما قاموا به، وبيض الله وجيههم وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن علي بن جاري والشيخ علي بن محسن، فلهم مني الشكر والتقدير. الشكر الأخير فهو لكم أيها الضيوف الأفاضل، فشكراً لكم ومرحباً بكم، تعنيتوا عناء السفر وتعبتوا لأجل راحتنا، فمرحباً بكم جميعاً، مرحباً بكم تراحي بالمطر. فهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع كلمة تزيد عطر هذه المكان، موعظة مع الشيخ ظافر بن شلوان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمداً يليق بجلاله وعظمته، وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة والتي نحتفل فيها جميعاً بمناسبة زواج الابن عبد الرحمن بن محمد آل مرضي، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يزيده سروراً وسعادة، وأن يكتب له الخير في هذه الليلة المباركة بحضوركم الكريم. أيها الأحبة، كتب الله جل وعلا الزواج في هذه الحياة لتبنى الأسرة ولتكتمل الحياة ولتنتشر الذرية، وهذا من سنن الله العظيمة. أسرة آل مرضي أسرة كريمة، لنا بهم نسب ونتشرف بذلك ونحمد الله جل وعلا، فهم أهل الطيب والكرم، وهم أهل لين الجانب وقوة الشكيمة، وخير من يناسب. نشكرهم على هذا الحفل المبارك وعلى هذه الضيافة الجميلة، وباسمهم نرحب بهؤلاء الرجال الذين أتوا من كل حدب وصوب يريدون أن يشاركوا وأن يباركوا، وهذه سنة جميلة بين الزملاء والأحباب لكي يظهر الفرح لأخيه. واجبنا جميعاً في هذه البلاد المباركة ما هو؟ أن نقدر هذه النعم التي نحن فيها، وأن نرفع من شأنها، وأن ننظر إلى ما حولنا فنحمد الله على ما نحن فيه من نعم، وبذلك نزداد شكراً وحمداً للمنعم جل وعلا أن أكرمنا وأعاننا ووسع أرزاقنا وجعلنا من أهل التوحيد ومن أهل القرآن ومن أهل الحرمين الشريفين. نحن قدوة لغيرنا في الخير، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننصح في الله، وندعو إلى ما يرضي الله. علينا مسؤولية عظيمة لأننا قدوة في هذا المجال. الله ابتلانا بهذه النعم لينظر هل نشكر أم نكفر، ومن شكر زاده الله خيراً كثيراً، ومن كفر فإن الله سيحاسب على هذا الكفران. أيها الأحبة، الكلام كثير، والأستاذ محمد بن ظافر المقدم قد منعنا من أن نتجاوز، لأننا لا نستطيع أن نأتي بمثل ما أتى به، فهو مفوه. نقول
ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه أمثاله. وهذه الديار الجميلة ربما زائرها يرى بأنها صغيرة، لكن فيها من الرجال الشيء العجيب. هؤلاء الشعراء وهؤلاء المتكلمون وهؤلاء الرجال الذين يرفعون الرأس في كل مناسبة وفي كل محفل، والله إنهم يرفعون الرأس ولا نبدي أنفسنا على أحد، ففي كل أمة خير، وفي كل قبيلة خير، وفي كل مجتمع خير. ولكن هؤلاء الشباب الذين أكرمهم الله بالعلم وأكرمهم الله سبحانه وتعالى باللغة العربية الفصحى التي لا يساويها لغة، سمعتم منهم ما قالوا، وستسمعون من غيرهم الشيء الكثير، لا أريد الإطالة، ولكن نصيحتي لكم في هذا المقام كما نصح جميع الأنبياء أن نتقي الله، فتقواه أمر لازم حتى نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. العمر قصير، وكلنا يحب الفرح، وكلنا يحب النعمة، ولكن علينا واجبات والتزامات يجب علينا أن نؤديها أمام الله سبحانه وتعالى لنفوز برضاه. نحن جميعاً في سفينة واحدة، إذا لم نأخذ على يد السفيه غرقنا جميعاً، فعلينا أن نتعاون جميعاً على ما يرضي الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا جميعاً، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه، وأن يبعد عنا وعنكم كل سوء. شكر الله لكم حسن الاستماع، وبارك للعريس وعروسته ووفقهم إلى كل خير، وشكراً للمضيفين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الشعراء أمراء الكلام، والشعر حفظ التاريخ، وشعرنا الآن احترت بما أقدمه ففضلت أن أقدمه بما قال. يا الشاعر اللي نظرتك عليا وما تهون، مد اليمين اللي عسى الله يكون بعونها، وابشر بساعدك كيف لا وانت اللي تمون على رجال لك مودتها وصدق ظنونها. وانت يا أبو ذياب أضفيت علينا من الفخر 90 لون، وعيب علينا نسأل أحوالنا كيف وشلونها، وعيب علينا أحوالنا نسأله وشلونها. يكبر بأعيننا كل ما شفناه يرقى ويمون، والطائلة يا خيبة أم اللي رقى من دونها. فليتفضل سعيد ذياب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساكم الله بالخير جميع، نهني الأخ أبو ماجد وأبنائه وأخوانه بهذه المناسبة، ونتمنى للعرسان الحياة السعيدة والتوفيق. وباسم أسرة المرضي وقبيلة بني رافع واسم قبائل بني عمرو كافة، نرحب بضيوفنا الوافدين من جميع مناطق المملكة، فمرحبا هيل عد السيل وحياكم الله. خيول الشعر نسرجها على ما يرضي الرحمن، خيول الشعر نسرجها على ما يرضي الرحمن، وفي مضمار حاسوبي تدور وحسب منوالي، بيوت ما غذاها إلا الوفاء ومحبة الأخوان وتقدير المواقف بيننا والمذهب الغالي. إذا مالي مع أصحابي مقام يرجح الميزان، رميت أقلام شعري في البحر وزريت من حالي. إذا مالي مع أصحابي مقام يرجح الميزان، رميت أقلام شعري في البحر وزريت من حالي. عني من تعنى ما يجب من صحبة الظفران، ويتردى عن الواجب خبيث الجد والخالي. وأنا لا جيت صلب الرافعين، أجي لهم شفقان ومد لهم يمين بالوفا تكفي عن أقوالي. يعني من تعنى ما يجب من صحبة الظفران، ويتردى عن الواجب خبيث الجد والخالي. أنا لا جيت صلب الرافعين، أجي لهم
شفقان ومد لهم يمين بالوفا تكفي عن أقوالي رجال من رجال سلمهم ما يقبل النقصان يوفون اللوازم لو يقضي الحال والمال يعادون البخيل ولا لهم في ديرته عنوان ويبقى الجود مرباهم لهم دارنا ومدهالي مقابيس الظفر والنعم بالشيخات والأعيان على مشر الجمايل يزهم الأول على التالي مقابيس الظفر والنعم بالشيخان والأعيان على مشر الجمايل يزهم الأول على التالي من ابن عمرو سيف النصر ريف الجار والضيفان مواقفنا على مر السنين تروق البالي وانا لي فيكم ولي فيكم نسب واصحاب واخوان ولي جيران علاقات وثيقه في الزمان المر والحالي توثقها الشيم ومعربين الاصل والجدان ويعجز عن مواصلها ردي العزم والفالي انا عند المرضي كني الحاكم في الديوان ربطنا في نسبهم فارس من روس الابطالي دليل اللي بسيفه جدنا الاتراك في الميدان فرش الملتحف من رقابه قال ما قال انا عند المرضي كني الحاكم في الديوان ربطنا في نسبهم فارس من روس الابطالي دليل اللي بسيفه جن دلاله تراك في الميدان فرش ثم التحف حمر الرقاب وقال ما قالي وباقي الخير موصول من الشيبان للشبان اذا اشتد الزمان الصلف عنا الخيل خيال يموت الطيبين وصيتهم ما ضمه النسيان ومهما عاش ولد اللاش ما عرج على بالي في الدنيا عبيد في الدنيا عبيد وللمعارك جند وفرسان وللشيمات رواد وللبوقات ختالي وللمبدأ شيوخ وللمكارم عالم ذربان وللراية المصيب رجال والنمات جوالي فلا خاب الكريم ولا تردى طيب الأردان وصهوات المراجل ما امتطاها كل رجالي إذا مالك على العليا مسارات عراق امتان تناوشك العيون الناقدة ولسان عذالي كذا لله في خلقه شؤون وما يريدها كان فرق الله أكبر رفع قدر اليمين كذا لله في خلقه شؤون وما يريده كان رفع قدر اليمين وزادها عن قيمة إشمالي ويبقى الطيب وأهل الطيب نور عابر الأزمان من الماضي إلى الحاضر وفيما بعد لا زالي يا ربعي يا بني عمي رغد عيش وفي ضمان يا ربعي يا بني عمي رغد عيش وفي ضمان عقب ذيك السنين الشهب مقتول وقتالي رحمك الله يا عبد العزيز موحد الأوطان لو الله ذم حكمه ما لبسنا بشت وعقال يا ربعي يا بني عمي رغد عيش وفي ضمان عقب ذيك السنين الشهب مقتول وقتالي رحمك الله يا عبد العزيز موحد الأوطان لو الله ثم حكمه ما لبسنا بش وعقالي يمن ولاك ربك نعمته عوذ من الشيطان وقيد نعمته بالحمد واشكر ربك الوالي ولد العين من حول الحمى ومجاورة الأوطان فتن يعزف لها الشيطان تغريده وموالي حطبها من بني الإنسان ما تفرق فيها الأديان تحوش البر والفاجر على سرداب الأهوالي ترى الفتنة عروس مغرية شيخانها ورعان تغذيهم على سفك الدماء تغذيهم على سفك الدماء وخبث الأعمال حمى الله دارنا منها وعز الملك والسلطان على الدين الحنيف وراية التوحيد في العالي يا ابو متعب يا شيخ الدار يا يمناه يا سلمان ترانا في ايديكم فيلق من الجال للجال يا ابو متعب يا شيخ الدار يا يمناه يا سلمان ترانا في ايديكم فيلق من الجال للجال حمى مكه وطيبه يا وطننا قبلة الاكوان على حده نموت ولا نساوم فيه لن ذالي ويا شعار يا أهل الشعر يا ذويقة القيفان
ترى كثر الشعر شوش على بثي وإرسالي، لكن لا جيت صلب الرافعين أجي لهم شفقان ومد لهم يمين بل وفاة تكفي عن أقوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شاعر من قبائل بيننا وبينهم نسب وحسب، أهل الجار والجوار، شاعرنا من قبائل بلحارث أهل الثلاث البيض، الشاعر ناصر بن سعيد بن قبلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، ونقول لفارس هذه الليلة بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. الحقيقة للظروف اللي كانت عندنا اللي أبلغكم بها الشيخ منصور، أنا ما سويت قصيدة في المناسبة، لكن عندي قصيدة سابقة ومطلوبة في هذه المناسبة. القصيدة مناسبتها سماوة سعيد بن محمد بن عبد الله بن مرضي، مسمي على ابن عمي ناصر بن مشعل بن قبلان الحارثي، ما عليكم زود. وكانت القصيدة بهذه المناسبة. يا لا لا يا لا 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 لي يا لا لا لي يا لا 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 يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي لا لا يا لا لا يا لا 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 لي يا لا لا لي يا لا 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 باسمك اللهم يا من زلت بارك والفلق والناس، يا جليل الملك مجري الفلك، يا عالم بالأمر الخافي دلنا يا ربنا في كل علم وكل منهج، والصلاة على النبي الهاشمي المصطفى المختار، ألف صلى الله على محمد رسول الله وسلم سلم، يا بشر صلوا على المرسول والمبعوث بالهدى، والسلام ورحمة الله وبركاته للعمارية، يا سلام الله على كعب وتميم وكل رجل عمري، والسلام يا عمكم يا ابني عمر حضرا وبادية، يا سلام الله سلام كأنها المرجان والياقوت، ويا سلام الله سلام لو صرف في سوق صرف العملة تمتلي منها البنوك وتمتلي خزنة سويسرا، يا سلام يا أهل القالات وأهل الطيب والنماس، يا بني عمر الهوى اليلابت ابن زهير وابن جاري مزبن الجاني وسعد الضيف والصاحب وعانية، يا هل الطلات والوقفات والامجاد والتاريخ، اسمكم شمخ شموخ خطوة الجبال الكورة الأرضية، والفعول كبار والامجاد في التاريخ شامخة، واحنا والله ما اعتذرنا يوم جانا داعي الغالين، يا سعيد محمد ابن مرضي الداعي لفا من يمك، والقروم اللي سواتك من تعذر عن لزومها، اعتزيت بناصر ابن مشعل وناصر زهمنا واعتزابنا، واختصرنا في العدد ولنب الحارث حزام وافي، لو حضرنا كلنا جاف البلد رنه ودندنا، واحنا خمس قبائل والجد يا الاجواد حارثي، ما عليكم زود، واحنا خمس قبائل والجد يا الاجواد حارثي، خشرمي وخالدي وشلوي وناصري وبن يوسي، جدنا واحد وعزوتنا في المقاف واحده، واسمنا جمره عرب والمجد مكسبنا وفيدنا، نرتكي للموجبة والضيف يلقى عندنا مجوبة، بشر الصاحب بخير وبشر الشر بشر منه، وكان حق العود راس العود بالحارث قبايلي، وحظ من كان وحزام في اللقاء من داعية بالحارث، عزوة يفخر بها التاريخ ويسطر فعولها،
وانا شاعر واتكلم باسم ربعي وافتخر بهم. تاج راسي درعي جنبي محزمي والسيف راس لساني والحقايق مثل نور الشمس ما شيء يغطها. ويسمي قسمك من الدنيا الفخر ويحق لك فخر ربعك ابني عمري ومسمن على روس العرب الحارث. حظك الطيب قسم لك بين عمري وحارثي حظك الطيب قسم لك بين عمري وحارثي. سلامتكم. صح لسانك أيها الشاعر. وإن أتوا بالحارث إلى بني عمرو أشرعنا لكم الدور واستقبلناكم بطيب الصدور وأزهى لكم أزرق العود تأتون ضيوف كأنكم سيوف ونودعكم أصدقاء وأحباب وخلان وأنساب. شاعرنا الآن من أرض الفرسان ومن أرض الشجعان من سلائل بنو قحطان الشاعر ناصر آل مزهر القحطاني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع، وألف مبروك للأخ عبد الرحمن زواجه اليوم على دعوة كريمة من أخوي ورفيقي وابن عمي أيمن بن سعيد القحطاني من قبيلة الأجوان رفيده قحطان، ولدعنا الرفيق والغالي لو نجين حبي. والأمر الثاني والأمر اللي يثني، الله يرحم ميتكم ويتغمد روح أهل الجنة. أنا جهزت قصيدة وإن شاء الله أنها تأدي بالمقام إن شاء الله. يقول: سلام بعداد السحايب والأمزان، وسلام يا العمري وانا جيت عاني، سلام بعداد السحايب والرمزان، وسلام يا العمري وانا جيت عاني، وانا ادعي المولى برحمه وغفران ان يسكن اللي مات خضر الجناني. انا وقفت اشارك باسم الاجوان، انا وقفت اشارك باسم الاجوان وباسم الرفيق وما عناه عناني. أيمن رفيق الجنب، أيمن رفيق الجنب، وإحنا كم أخوان وفي لازم المطلق تهل المعاني. أيمن رفيق الجنب وحنا كم أخوان وفي لازم المطلق تهل المعاني. في شان بن مانع أبا أبدع بالأوزان وأجيب قاف الشعر لو هو جفاني، فقول مبروك الفرحة ووقتها حان، ومبروك باسمي وباسم جمعك حطاني. فقول مبروك الفرحة ووقتها حان، مبروك باسمي وباسم جمعك حطاني. وطبع الشعر فكرة ومن ماضي أزمان، وطبع الشعر فكرة ومن ماضي أزمان، وفرصة سعيدة دام هذا مكاني. من فوق ذا المنبر، من فوق ذا المنبر وفي أطهر أوطان، في مملكتنا ديرة أمن وماني، نبي نكون أخوان وأكثر من أخوان، نحب الوطن والدين فالعمر فاني. الله يديم الأمن ويديم الإيمان ويا جعل يسلم من حماه وحماني. وسلامتكم، واعذرونا أن حصل فيها أي قصور. والآن مع شاعرنا الصمصام، شاعر العرضة الجنوبية، شاعر رجال الحجر في هذا الفن، ضرغام العرضة، الشاعر ضيف الله بن عبد الله العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم. بهذه المناسبة، مناسبة الزواج ابننا عبد الرحمن بن محمد بن مرضي، نبارك له ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. كما نقدم أغلى وأجمل التراحيب لجميع من شرفنا من جميع القبائل، سواء من منطقة عسير أو خلافها من المناطق،
ونشكر قبائلنا قبائل بني عمرو كافة الذين هم دائما يرفعون رؤوسنا، ولا يمكن يكتمل موقفنا بدونهم، فهم سند بعد الله سبحانه وتعالى نتكل عليه في كثير من أمورنا وما نقدم. كما لا يفوتني أن أشكر شعرانا الذين سبقوني، شاعرنا وحبيبنا وأخونا الأكبر الشاعر سعيد بن ذياب الذي ليس بمستغرب عليه، فهو يمثلنا في أكثر الميادين، فبيض الله وجهه ووجوهكم جميعا. ونشكر أيضا شاعر قبائل بالحارث الذي قدم هذه الأبيات الذي من درر، فله من التحية والتقدير، وشاعر قبائل القحطان فلكم الشكر والتقدير جميعا. ارتجلت بعض الأبيات البسيطة وأرجو أن تنال رضاكم. يا لا 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 يا الله إني طلبتك يا مغيث القلوب المؤمنة، مخرج الحي من الميت وهو يخرج الميت من الحي، عالم الغيب سبحانه وحن ما لنا رب سواه، جيت أرحب وأسلم على المطاليق وأشارك وبارك ولمرضي بني عم عزاز ورفاقه وانسبا، ولمرضي ثلاث أخوان تاريخهم بالجود عامر، يا محمد ويا مرضي ويا أحمد مراوي سر جمال، ألف مبروك لك يا عبد الرحمن في هذا الزفاف، واسأل الله يبارك لك ويكتب لك أفراح وسعادة أنت وانعم واخد تنساب وانعم، وهذا شيء كمال. أبناء عجلان له مبدأ وأهل دين وأخلاق وتقوى، ولسليمان ربعه عرجال من وجوه ابني عمار، مرحبا بالضيوف اللي تعنوا محبه واقتداره، مرحبا بالقباء مرحبا بالضيوف اللي تعنوا محبه واقتدار، شرفوا كلهم لاجل المحبه وفي قدر الزماله، مرحبا بالقبايل من شر ورايل اطراف الرياض، الضيوف الذي من دون ما عدهم قدرتهم، واحسان الله عزانا كلنا في حي الله بن محمد، واسال الله يغفر له ويسكن جنات النعيم، كلنا مؤمنين وندري الموت والدنيا دنيه، الدنيا لو بتبقى كان بقيت لمن قدامنا، الدنيا لو بتبقى كان بقيت لمن قدامنا. سلام. لا 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 لا، الدنيا لو بتبقى كان بقيت لمن قدامنا. سلامتكم جميعا. شاكر شاكر المقدم. شاعرنا الآن مواقفه فينا حاضرة وقصائده فينا عامرة، يحضر عند الصغير قبل الكبير ويحضر عند الجبر قبل الكبر، شاعرنا داهية الشعراء وذخرنا في الوفاء والثناء، الشاعر مرضي بن عبد الله. تسلم
الله يكبر قدرك يا محمد، وأنت بصمة في منطقة الجنوب كافة وليست في بني عمرو، الله يحييكم. الحقيقة ظروف الوقت واللي حصل يعني غيرت برامجنا وغيرت وضعنا، ولكن الحمد لله على ما كتب، يعني امتثالاً لما اتفقوا عليه ربوعنا ومواساةً لأسرة المتوفى تركنا الحفل الشعبي كافة وجميع الأمور الأخرى. يعني والله ما كنا معدين قصائد للمنبر، لأن كنا تاركين القصائد المنبرية لرجل المواقف ولسان بني عمرو وسفير الجنوب إلى الديوان الملكي الشاعر سعيد بن ذياب. يعني أرتجلنا بعض الكلمات ونشكركم والله جميعاً، نشكر قبيلتنا بني رافع ونشكر قبائل بني عمرو ومشايخنا الكرام الذين لا يتأخرون عن أي موقف البني عمرو، وكذلك نشكر أنسابنا وأقاربنا وأرحامنا اللي من خارج المنطقة وتعنوا يعني المسافات، كذلك الضيوف الكرام الذين تجشموا تعب المسافة، فلهم منا الشكر والدعاء بالأفراح والمسرات لديهم والعاقبة لديهم إن شاء الله. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. وانت صقر والصقر ما ينزل الا في عوالي القمه، والصقور الله خلقها في الزمن وعلى مكانها، والصقور الله خلقها في الزمن وعلى مكانها. يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يقول عذرا يا ضيفان لكن ما حصل شيء مقدر، ودانا نبذل قصارى جهدنا لكرامكم ورضاكم، لكن الاقدار وظروف الليالي ذاك حالها. فمرحبا ترحيبة من طيبها تكتب لكل باسمه، من غلاكم كل ضيف له تراحيب مقدمه. العواني والقبائل والزميل وكل ضيف عاني، باسم ابو ماجد وعن بيته المرضي والقبيله كفه، بني رافع رحبا ونوبا عنهم وتقدم. ما عليكم زود. السعادة في وجوه شيوخنا وأحبابنا الضيفان وزملانا وقربانا حولنا من كل ناحية، والتلاحم والتفاني في قبيلتنا يتوج راسي، والحزام اللي يجمل موقفي ربعي بني عمار. يا نجوم الطيب يا رمز الأصالة يا ضيوف الليلة، الليالي لظلامت في القوم تهديها نجومها. التلاحم والتفاني من قبيلتنا يتوج راسي، والحزام اللي يجمل موقفي ربعي بني عمار. يا نجوم الطيب يا رمز الأصالة يا ضيوف الليلة، الليالي لظلامت في القوم تهديها نجومها. والنسيب اللي يشرفنا مثيل الشيخ بن عجلاني، حبنا في قلبنا عم مثل حبه في قلوبنا. والنسيب اللي يشرفنا مثيل الشيخ بن عجلاني، حبنا في قلبنا عم مثل حبه في قلوبنا. واخواله يا بصمات فيها مات التاريخ والامجادي، آل صالح يسملا مع يا تواريخ مسجله.
واشكر الشيخ ابن جاري وابن محسن يا شيوخ القاله اقبل روس الشيوخ وروس ربعي واتشرف واطلب الله يسعدك يا فارس الليله ويبني مجدك والله يجمع بينكم في خير ويزيد الهنا هنا فانت صقر والصقر ما ينزل الا في عوالي القمه والصقور الله خلقها في الزمن وعلى مكانها والصقور الله خلقها في الزمن يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والصقور الله خلقها في الزمن وعلى وسلامتكم أبو الأستاذ دقيقة فيها قصيدة عند نسيبنا سلطان بن عبد الله وفيها يبدو كلمة عند سعد بن صالح بن شفيع فليتفضل ونعتذر من المقدم قطعنا برنامجه وسلامتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع وأحسن الله عزاكم يا قبيلة بني رافع والخسارة واحدة وعسى الله يغفر له ويتوب عليه ويتلقاه بروفاه ورحمته إنه على كل شيء قدير الخسارة واحدة دعونا عائلة المرضي قبيلة بني عمارة حضرنا ملبين للدعوة مباركين ومهنين ومشاركين فرحنا فرحكم ويألمنا ألمكم حضرنا يا من تشوف عيونكم بعطاء والعطاء من الله سبحانه وتعالى ولو أني قد سبقوا بعلم لكن والله ما نقدر أن أحضر ولا نشارك حضرنا بعطاء والعطاء من الله 20,000 ريال عم من تشوف من بني عمارة إن كثرت فتحقون وانقلت فتسمنها روح المحبة والمعزة اللي تربطنا بكم يا المرضي وصبيان الرافعين جميع وسلامتكم كثر الله خيركم ويا مرحبا بكم تراحيب المطر وأنتم أخوان وفي الله أعوان وحنا وأنتم شيء واحد فأنتم تعلمون اللي حصل بالنسبة لداخل المنطقة وقبائلنا الخاصة فهذا باب ومقفول وانتهى وبيض الله وجيهكم وعطاكم مقبول وموفور والله ما يطلع ولا أخذنا حتى من أخوالهم إلا من الناس اللي تعنوا من برا ما نقدر نردهم وهم جو لأجل الشيء هذا ضمونا معهم والله يبارك فيكم مجاد ملف الله يسعدكم الله يبيض وجيهكم بارك لكم لا 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 بابا ضمين في المواقف وبني الرافع غلاق على غرب المداين وشرقاوي لا 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 غلاق على غرب المداين وشرقاوي مني سلام الله على باب عمر الشام واثني سلامي للذي حاضر المرسام وعلى صفوف كنهم عسكر النظام باب ضمين في المواقف وبني الرافع غلاق على غرب المداين وشرقاوي يا لا 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 يا لا 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 غلاق على غرب المداين وشرقاوي يا حي سيف والشمل معتدي والشام والشام بحبر غير ما خطه المرسام سيفان بريعا يقصب اللحم والعظام وانعمها للقالات نعمين يبني رافع من يعطي الخصام سمان وشرقاوي يا لا 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 يا لا 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 من يعطي الخصام سمان وشرقاوي السلام عليكم ويكأنه يسأل من يعطي الخصام شرقوي إنهم أبناء رافع بن كعب
أنسابكم يا أبناء رافع من قبائل آل سليمان، أهل الفعل الوافي والستر الضافي، والجود في منازلهم كأنهم مرافع. الشيخ ناعم بن عجلان لديه كلمة وهدية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من تكلم سبقنا في أخذ الأشياء الجميلة، لكن دعوات نسأل الله في هذه الليلة المباركة كجمعنا وإياكم في هذا المكان، يجمعنا وإياكم الدوس الأعلى من الجنة، يجعل محبتنا ومحبتكم في الله فهي الباقي. ثم نسأل سبحانه وتعالى الزوجين أن يبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، وجميع أبناء المسلمين، ويرزقهم ذرية الصالحة، يسعدهم في الدنيا بطاعته، ويوفقهم لما يحبه ويرضى. كما نسأل في هذه الساعة المباركة أن يحفظ ديننا وأمننا واستقرارنا وولاية أمورنا وعلماءنا، وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر، يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويوفقنا جميعاً إلى كل خير. كما أسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة يبارك لآل مرضي، فهم في مقدمة كل فعل جميل، وبني رافع قبيلة في سبق كل جميل وكل موقف، وهذا ليس بشهادة مني فإنما بشهادة الواقع. كما نسأل الله لمن جاء إلى هذا المكان أن يجعل ما خطاه في ميزان حسناته، لأنه ما أتى إلا محبة وتقدير لأسرة آل مرضي خاصة ولقبيلة بني رافع عامة. لا أطيل الكلام، فقد سبقني من تكلم، الأخ محمد مرضي والأخ الأستاذ مرضي هم أحبة قبل هذا، وأتى الله بهذا الأمر فزاد نور على نور. نسأل الله يجعل محبتنا وإياهم في الله. أتيت بهدية بسيطة لأنهم والله أحبهم في الله كثير قبل أن يكون هذا الزواج، ثم أتت ما تمنينا فالحمد لله. عندي هدية لابني عبد الرحمن 10,000 ريال نفعة مني، أسأل الله ينفع بها ويعذرني على كلها. وعندي بشت لأخ أبني عبد الرحمن أسفل تحت اللي تحت اللي تحت اللي تحت تنتهي اللي تحت والله وجهك يا ابو هذا الاخ محمد فهو عزيز قبل ان يكون هذا النسب والحمد لله. اعذرني على قلنا والله ما وجدت اغلى من هذه. بيض الله وجهك وكثر الله خيرك استاذ مرضي، وفقك الله، انت عزيز وحبيب غالي. بيض الله وجهك يا ابو صالح وكثر الله خيرك. النسب هو المكسب، والنسب هو المكسب. احنا لنا شرف ان نسبكم، صلى الله على محمد. قبل الختام هناك هدية رمز مودة ومحبة. من الملازم أول أيمن ابن العميد ركن طيار سعيد آل مانع، وسنقف بعد قليل مع هذا الأبريت. قبل الختام، الكمال تفرد به الله، ونحن بشر إن أصبنا فالفضل له أولاً وآخراً، وإن أخطأنا أو قصرنا فمن أنفسنا والشيطان، وما نبرئ أنفسنا إن النفس لأمارة بالسوء. وفي الختام، ليديم الله بيننا الوئام وصحبة الكرام وتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك يا أبو نورة وكثر من أمثالك. الأبريت بيقدمها ملازم أول أيمن، والله يحييكم. في هدية مقدمة من أبو سيم محمد بن رافع للمقدم محمد ظافر، والله انك تستاهل اكثر. وين هو ابو سيف؟ تستاهل. تسلم يا باقي الحين. لا انت كمل الله حالك. لا انت بس الرجال تستاهل. ها طيب.
بيض الله وجيهكم. هدية مقدمة من الخال العزيز عبد الرحمن بن عبد الله أبو زعيترة للعريس لسمية، طبعا هو سماوية، وهدية زواج. بيض الله وجهك يا خال، كثر الله خيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير جميع. نبارك لأسرة آل مرضي ذا الشان، والله يجعلها على طاعته ورضاه. ونقول للمعرس الله يبارك لك ويبني بيتك ويرزقك الصالحين، قولوا آمين. صلوا على النبي. عندي بيتين زاملنا زامل صفنا اللي جينابه. يا لا 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 يا لا 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 يا سلام الله على من صنع يا بني عمر الوفا والشهامة تستحقون انت عنا لكم لا من صنع يا بني عمر الوفا والشام تستحقون انت عنا لكم دعوة جاتنا ومنها عنينا والخوي نرفع ونعلي مقامه بس مقحطان حاضر حفلكم عنينا والخوي نرفع ونعلي مقامه بس مقحطان حاضر حفلكم سلامتكم. بعدادك الحين على مر الأزمان وبعد ما هلت مزونا غاذية وبعدادك الحين قرى خير برهان وبعد بعدادك الحين على مر الأزمان بعداد ما هلت مزن الغذية بعدادك الحين ترى خير برهان بعداد ما هبت حبوب عذية مبروك يا محمد الشان بشان طاعت له الخلق رب البرية يا ناشد الأبعاش ينطر السعد باليوم غالي ظهران لما تبقى
Show.